أعتقد إنه أولاد البيوب كاسم للبروجرام اللي بلشته كتير كتير منيح حلو، لأنه ما فكرت فيها. أولاد البيوب فيس دو بيوب. أنا تخرجت عملت دروس ماركتينج بفرنسا، يعني عشت بفرنسا مدة طويلة وقت كان في حرب بلبنان، عشت جزء من الحرب بلبنان، بعدين رحت على فرنسا درست هونيك وبلشت ببيبليسيس شركة، وكنت عامل قبل تريننج بليوبونات ببيروت، تعرفت على الناس وعلى الشباب ورحت على فرنسا عشت هونيك واشتغلت ك اكاونت اكزيكوتيف ببيبليسيس على اي بي ام وعلى ماجي نسلي، وعملت كتير تصوير يعني صورنا كتير فلومي هونيك مع ناس كتير مهمين كانوا وقتها، منهم جان بول جود ودايركتورز ذات ور شاتيليز وحتى غانسبور، ولاحظت انه هاللي بخليني احب الببليسيتي الاعلانات كان اكثر الابداع بالاعلانات مما كان الكونتاكت مع الزباين وتحكي عن ماركتينج وكذا، لانه الماركتينج بدك لازم يكون عندك استراتيجيك، اذا بدك فو افوار ان بانسي استراتيجيك تعمل كامبينز، بس باعتقادي كان الابداع شيء كثير حلو بنظري، بما انه كنت اكتب عن فلومي و جيت جورناليست دو تان ان تان à Paris j'écrivais des articles et je pouvais écrire قررت من بعد سنتين انه لا بدي انا انقل على الابداع على اسم الابداع. ففي شخص اسمه فريد شاب اللي هو كان مؤسس ليوبرنات بالميدل ايست وكان السي سي او تبع الشركه، بعتقد يمكن حس انه انا يمكن عندي شويه يعني موهوب يمكن بالابداع، فقال لي لا انت حاش تشتغل بقى ماركتينج، لازم تشتغل معنا بالابداع. فتركت ببليسيس بباريس ورجعت على لبنان، خاصه لبنان كنت صار لي زمان ما كنت عايش بلبنان لانه كان في حرب وقتها، كانت راقت الحرب شوي، رجعت على لبنان وبلشت كوبي رايتر مع ليوبرنات ببيروت، ونقلت من جهه لجهه ثانيه وحبيتها، بلشت اعمل فلومي، بلشت جرب اعمل اشياء جديده ببلدي لانه ما كنت شاغل ببلدي مزبوط قبل، وبعدين حسيت انه كان بدي اتعلم اكثر بالنسبه للفلومي واعمل فلومي اكثر، لانه انا بحب كثير السينما يعني كهيك هوبي. فاشتغلت مع شركة اسمها ليزر فيلم ببيروت، وكنت عندي اكسكلوزيفيتي معها كدايركتور، وعملت يعني صورت كمخرج دعايات، صورت اكثر من 100 اعلانات اذا بدك لكثير ايجنسيز بالمنطقة، وقررت بعدين انه هيدي هي المصلحة اللي بدي اعملها. ثلاث سنين من 86 ل 89 تعلمت كثير، عملت قصص ما بقى شيء، في قصص منا كثير منيحة، بس واحد لازم يتعلم هيك بيتعلم، بس في كم دعاية أخذت كثير وهرة ببيروت وكل الناس حكيوا فيها، وأشياء كنت أنا كمان يعني مبدع عليها وبذات الوقت كنت صورها، فهيك كان سيتي لو سيناريو ايديال انه بتطلع بفكره وبتصورها انت، وكنا نعمل هالشيء ايامات لايجنسيز اللي ما كان عندهم كثير مبدعين، وبذات الوقت كنا نشتغل مع زباين يجوا دغري لعنا ويعطوني يسلموني فيلم تنصوره. قدر اشتغل على افكار، مش اشتغل على صور بس وصور بس، اشتغل على افكار، فقررت ارجع على المهنه ادفرتايزنج بالايجنسي، فعينوني كرياتيف دايركتور بدبي وقت ليوبرنات بلشت دبي، جيت قعدت سنه ونص هون، تصار الاجتياح اول شيء للاجتياح تبع الكويت تبع صدام حسين، صار في اول حرب بالخليج، حسيت هون انه يعني المنطقه شوي تحت
ترعب. ومع انه عملنا شغل كتير خاصة على عدة براندز هون من كرافت وقتها وربحنا اووردز وقتها، ما كان في لينكس بعد والكريستال، بس كان في اي 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 هيك قصص يعني يعملوها. وبعدين صار فيها الحرب الخليج، رحت انتقلت على فرنسا اللي كانت امي عايشه هونيك، اهين اللي كان بالنسبه لي. قعدت كم شهر اشتغلت كفريلانسر مع عده ايجنسيز، وب 91 قررت ارجع على لبنان لانه كانت رائد الحاله رائد. قررت ارجع على لبنان وبس كفي بالدعايه بشركه بحبها اللي هي لبنان بيروت اللي اشتغلت معهم. ومن وقتها انا موجود هنيك يعني كبيس. هلا من 91 ل 99 جربنا كثير اشياء، جربنا نعمل اعلانات تشبه الاعلانات الغربيه ويعني مش الفكره بس هيك الايحاء اذا بدك يكون مثل الغربيين. بعدين اشتلقت انه نحن شرقيين، يعني بدنا نعمل مثل غير ناس، خلينا نحن نجرب ناسس دعايه لبنانيه فعلا لبنانيه بالحديث، ونستعمل اللغه ونستعمل الانسايتس تبع اللبنانيه ككل. فبلشت اشتغل على لبنان مع الفريق العمل المبدعين اللي موجودين معنا، جربنا نخلق دعايات تستعمل اللغه بطريقه مهضومه سلسه قصص، بس في فكره دائما اكيد. بس بلشنا نخبر قصص وبلشنا نعمل عده فلومه مع عده مخرجين بعدهم جداد، عده اجيال مخرجين لبنانيه بلشوا او عملوا اول فيلم معنا وبعدين اشتهروا وعملوا كثير فيلم مع غيرنا اكيد. وهيدا بس جربنا نخلق جو، وكان عنا اووردز بلبنان اسمه يافي دي بريك سابيل فينيكس دو لا بوب، بس كان بس للتي في. بلشنا نربح اووردز ونتحمس انه نربح اووردز، بس كان لبنان ولبنان بلد صغير وبتحس انه طيب بدك كبر. فانا بعدين ب 99 عرضوا علي انه اهتم كمان بمصر، رحت على مصر قعدت كتير بمصر مع شباب مصر اللي كتير بحبهم، ومصر بلد والقاهرة بالأحرى مدينة فظيعة لأنه فيها كتير inspiration وين ما كان، والناس بعرفوا يمثلوا وعندهم روح النكتة، عندهم essence de l'humour que au Liban on n'a pas. Ils savent se foutre de leurs propres défauts. Alors qu'au Liban, les gens ne se foutraient jamais des défauts des Libanais. C'est pour eux, ils sont un peu comme ça, tu vois. Ils ont une autre force au Liban, mais l'humour égyptien était magnifique à saisir. فشباب بلشوا يمرنوا غير شباب واشتلقوا انه هن بحبوا بلدهم بحبوا لغتهم، وليه الواحد بده بيحكي انجليزي مع شعب بيحكي عربي مصري. فبلشوا يبتكروا بالافلام اللي عملوهم خاصة الافلام، واخترعوا اسلوب بالافلام اللي هو اليوم بفتكر ساهم بكل هالفستيفال اللي عم تشوفه. يعني كل هالجنريشنز اوف يونغ كرييتيفز بلشوا معنا، منهم محمد حمد الله اللي بعدين اسس شركته من سنتين كينج توتس بلاي جراوند، اللي كان زلمه اكيد رهيب بالنسبه لذكاء وتفكيره وكيف يخبر قصة، وكمان صار مخرج. كان في شخص تاني اسمه عمر هلال كمان بلش معنا وبعدين صار يعمل إخراج، بعدين علي كمان اشتغل معنا وبعدين صار مخرج، وفي كتير أشخاص كمان ما فيني نسمي لك يوم كلهم، بس في عندك جيل كامل من المصريين كان شرف لقلي اشتغل معهم، كتير تعلمت معهم وكتير جربنا. فكنت اهتم ببيروت وبمصر على مدة، وبمصر صار في دعم جديد، انا جبت لهم دعمي كشخص مسؤول عن منطقتهم عن بلدهم، بس بذات الوقت جربت شد معهم تنقدر نوصل هالافكار اعطيهم رايي. بس تقول دغري هن لحالهم ابتكروا اسلوب ستوري تيلينج
خبروا قصص بدعايات اللي كان كتير غريب وجديد وهاللي أثر على كل البلدان اللي اليوم شايفها وكل الايجنسيز بعدين. قلم ليه وبنات قلم لأنه كله بالفكرة، والفكرة إذا بدك فيك ترسمها وفيك تكتبها، والقلم كان يرسم ويكتب. هيدا كان قبل الويب، قبل ما يصير في انترنت. هلا اليوم القلم عندك ستايلس مع سمارت فون، بس ما بتستعمله بقى كثير. بس القلم بعده هو رمز اذا بدك الفكره، رمز التفكير والكتيبه والرسم. فلسبب في قلم، هو كان عنده قلم كبير هيك تخين، ليو برنات كان عنده قلم رصاص كبير وتخين، فصار اللوجو طبعا ما في غير معنى لإله. بعدين عطوني بروكتر اند جامبل، سلموني بروكتر اند جامبل لكل المنطقه من المغرب للشرق للخليج، واشتغلت شوي بالسعوديه، رحت كثير على السعوديه، اشتغل مع شباب بالسعوديه. تا بعدين ب 2005 صار في اضطرابات بلبنان، عرفت فيها انقتل رئيس الحكومة القديم، كان السابق كان رفيق الحريري، وصار في يعني صار الكليما بلبنان مضطرب كتير. بس قررنا مع فريق عمل بيلي وبنات بيروت انه اوكي بدنا نكون بين 25 احسن ايجنسيز المبدعين بالعالم. في ناس مشوا معي بالمشروع، كنت مأمن أنا إنه إذا بدنا نوصل وعنا شيء بدنا نقوله وبدنا نحط كل جهدنا وكل التفكير تبعنا على الكامبينز اللي زبون عم يدفعلنا عليهم تنقدر نعملهم وتنقدر نعملهم منيح ونقدر نطلع بأفكار حلوة وبإكزيكيوشن حلوة. شدينا قررنا، عطينا لبعض إنه 9 سنين تنوصل نكون بين 25 أهم شركة بالعالم. فبلشنا نشد أكتر على كل كامبين، نجرب نطلع الفكرة درجتين كل مرة، ما ننبسط وقت عنا فكرة بس نجرب نشد أكتر تكون فكرة أجمل وأحلى ومبتكرة وجديدة. أهم شيء الفكرة تكون جديدة، وبعدين طريقة الأسلوب كيف تتعامل مع الناس وكيف توصل الفكرة للناس. بلشنا نربح جوائز كتير، جوائز بلبنان كنا نربح جوائز بالعالم العربي، بلشوا اللينكس والمينا كريستال وكذا، وبلشنا نربح كتير جوائز. وبعدين صرنا نربح بكان، ربحنا اول، نحن اول شركة اعلانات ببيروت ربحت بكان. بعد لهلا ما حدا غيرنا unfortunately malheureusement. انا بتات دي وبنات بيروت بتات 8 ويليون et il y a aucune autre agence du Liban qui en a gagné un seul. Ce qui est mauvais parce que c'est dans notre intérêt que toutes les agences puissent faire un effort. Il y a quelques agences qui font un effort maintenant, j'espère qu'ils vont y arriver. Mais بلشنا نطلع بالrankings وبعدين ب 2008 رحت عملت جامعة هي Berlin School of Creative Leadership ببرلين وبغير بلدان كمان باليابان، وكنا نسافر كتير، وكان بروجرام فعلا مش بس جميل وبس تتعلم كتير منه، مش بس تتعرف على ناس، تتعرف على عالم، تسافر. بس تعلمنا يعني عملت اكزيكتيف ام بي اي، تعلمت استراتيجي بس استراتيجي على غير ليفل اذا بدك. بلشت مع الفريق العمل اللي عم بشتغل معهم نطبق استراتيجي على الحملات تبعونا. فعملنا كم حملة منهم خدي كسرة وغير قصص. هاللي وقت كنت بالجامعة يعني الجامعة ما كان كل الوقت، كنت روح وقت لوقت وارجع. بس بلشنا نعمل انتجريشن. يمكن كنا بلبنان بيروت كانت اول شركة دعايات بكل المنطقة، هاللي عم تعمل انتجريشن. فمش الحال معنا، بلشوا الزباين يجوا من وراء الريبوتاسيون تبعيتنا. بلشت لبنات بيروت ما بقى تربح بيتشز وبس يجوا زباين يقولوا بدنا نشتغل معهم، مش ما بقى تفوت ببيتشز يعني ما بقى قلنا
نفوت ببيتشز. كان يجوا دغري ويعطونا اي بي بروسبكسيون, يجوا يسلمونا الاكونت طبعا. فهيك صار طلعنا شوي شوي. 2009 كنا نحن, 2006 وقت صار في الحرب مع بين حزب الله ولبنان واسرائيل. وقت رجعنا على لبنان كنا اخذين القرار انه نكون بين ال 25 افضل شركه مبدعه بالعالم. ب 2009 كنا بفتكر مرتبه 39, ما كنا بعد ثلاث سنين. نحن عاطين حالنا تسع سنين تنعملها. ب 2011 صرنا بعتقد يمكن كنا ب 26 بالبيج وان ريبورت. سو يعني من بعد خمس سنين صرنا 26, بس ما كنا 25. وب 2012 كنا السادس ايجنسي بالعالم, سادس ايجنسي بالعالم. كنا اول ايجنسي باليوبرنت بهالبيج وان ريبورت. وكفينا السنه, رجعنا شوي لورا, بس بعدنا باحسن 30 ايجنسيز يعني بالعالم. المهم بهالشيء هو وقت بتامن باللي بدك تعمله, بتامن بالتراث تبعك وبالحياه ببلدك وبالناس وبشو بيفكروا, كيف بيفكروا, شو الاشياء اللي فيك انت تساهم فيها تتقدر تطور المجتمع. فعملنا كتير حملات وبعدهم عم يعملوها الشباب. هل حطوا لبنان بيروت على الخريطة العالمية بهالكم سنة, ما أخذت معنا تسع سنين. هلا أهم شيء هو تكفي بالاتجاه. وقت عملت هالمدرسة تعلمت كتير فيها وكذا وهيدا. وقت خلصت المدرسة بعد سنتين سلموني كل الإبداع بالميدل إيست, لأنه فريد شاب اللي هو تعلمت كتير معه وهو كان معلمي, وهو يعني ساهم كتير تيقل نقول على الإبداع يصير رتيري دو لا في اكزيكوتيف سي تو في توجور على الاجنس الى رول دو كونسيير الى ميم تشيرمان اوف ذا بورد. بس سلموني هالريسبونسابيلتي, ومن وقتها عم بسافر وين ما كان. عم بقعد كثير بدبي, قعدت كثير بدبي يمكن شي 5 أشهر. هلا في عنا اي سي دي جديد اسمه اندري نصار, جبناه من برازيل. اصل جده كان من لبنان, جد بي يعني بي بيو اصله كان من لبنان, هو بيحكي عربي بس بده يفهم اكثر, بده يعرف تقاليد جدوده اكثر. واجى على المنطقه هلا, هو عم بيهتم بلبنان دبي. فانا عم بهتم بكل شركات لبنان اليوم. وبهالسنتين طلعنا 2 تايتلز نتورك اوف ذا يير باللينكس ورا بعض. اول مره بفتكر نتورك ربح سنتين ورا بعض نتورك اوف ذا يير. ما بعرف اذا هالسنه رح نربح, لانه في كثير قصص جديده فاتت ما حدا سمع فيها, ما حدا شافها وصلت. واهم شيء هلا عم حط كل جهدي اقدر يكون عندي وقت تسافر على عده بلدان محل ما عندنا شركاتنا, ساهم بكم حمله لزبائن مهمه او فيها بوتنشل انه كيف فينا نشد تنقدر نكبر هالكامبينز, نكبر الفكره, نبتكر فيها اكثر خاصه على سايد الانتجريشن. وعم سافر كتير, يعني حياتي صارت سفر, صارت ايامات انه حل مشاكل توع الصبح بتقول اوكي شو المشكله هلا رح نحلها اليوم. بس رح عم جرب خلي دائما ساعه او ساعتين بالنهار فراغ تتقدر تفكر وتكفي تفكر بافكار وتجرب تساهم بافكار وتكبرهم وتحسنهم, لانه هيدي ما لازم واحد يضيع بتعرف البريشر اللي بتجي عليك, لا بريسيون سوفان اي لا مير دو تو لي فيس. اي فو غاردي ان سيرتان مومون دو او اون في فريمون سو كون اي لا سو كون اي سانسي فير, سيتادير كري دي ايدي. اسوا سوفينير كان مره على شوت, كان في شخص مفروض ينط من هليكوبتر وما كان في كتير هواء, ما بدنا نحن ينط من هليكوبتر, بس حطيناه على كرين
قلنا له نط وما كان في هواء، بلش ينط وبعدين الهواء اخذته، بلش يهب الهواء هيك ريح بثانيه وراح طج على اوتوكار وانجرح. حسيت بريسبونسابيلتي شخص ما خصه جاي يمثل وهيدا، وبتعرف لبنان وببلادنا على شوتس كذا ما في اسيورانس وقصص وهيدا، يعني على 3-4 ايام ما عارفين كيف حالة الزلمة. اخر شيء طلع اوكي، صار عنده كسر بايده بس نجا من يعني الله بحبنا وبحبه. وهيدي حسيت انه في هيك مثل كنت عم تخزى من جوا، انه كيف واحد عم نعمل نحن قصص وعم نطنت ناس من هليكوبتر واخذنا مسؤوليه بجرح شخص بدون ما مش ذنبنا يعني، بس انه انا ريسبونسابل. في سوفينير بفتكر بحياتي اكيد يعني دا ما بروفيسيون، بعتقد وقت خدي كسرة ربحت جولد بكان، سيتي ان تري بو سوفينير باسكو اون ا في سيت كامبان دو مانيير تري نوفيل ا ليبوك اي بوكو دو جان لون ايمي كان اي لون فيو. ايل ا غاني بلو دو 40 بري انترناسيونال اي ريجيونال ان ان ان، مي سورتو سو كي ما بلو سي كو لو ريزولتا d'un effort collectif pour traiter un sujet qui est quand même très délicat dans le monde arabe, la condition des femmes, en arabe, parce que beaucoup de gens disaient à l'époque les pubs en arabe, même si elles viennent du Moyen-Orient, ne pourront jamais gagner à Cannes, ce qui est faux. Hamle bel arabi, là, t'as تحسن وضع النساء بالعالم العربي. ربحت بكان وعطتنا البروف انه واحد في يربح شيء كبير مع حملة بالعربي وحملة تراثية اذا بدك من التراث العربي، لانه استعملنا اللغة العربية والحكم فهموها، جماعة اللي كانوا قاعدين جوري دون لو جوري فهموها. Donc, ça a libéré un sentiment chez nous that we can, now we know, on sait que notre culture est intéressante. On sait que notre culture peut être rendue intéressante pour le monde entier, peut devenir universelle, même si elle part d'un contexte local. Hey, message à la young generation, pour la nouvelle génération. Aime-nous. ببلدكم، امنوا بهاللي تعلمتوه، بهاللي فيكم تعملوه. ما تفكروا لانه انتم جايين من بلد منه يمكن كثير مهم على الخارطه العالميه انه افكار تبعولكم ما راح يوصلوا، بس وقت تخلقوا افكار ما تتكمشوا بالافكار كانه ما راح تطلعوا غير فكره. ما تدافعوا عن الافكار اذا هي الافكار ما فيها تدافع عن حالها. جربوا خلقوا افكار جديده، لان واحد في يفكر بعده طرق ويوصل لعده حلول وعده حملات. وما تصدقوا حالكم اذا في حمله وصلت عن الشعب وعملت امباكت كبير بالبلد او ربحت اووردز، مش يعني انه وصلتوا. بدكم تروقوا على حالكم لأنه vous êtes trop impatient. Cette génération est trop impatiente. C'est la génération d'Internet. On a tout de suite. ما بيعرفوا ينطروا. بدهم يكبروا بسرعة. الواحد ما في يكبر بسرعة. الجسم البني آدم بيكبر مثل ما لازم يكبر. بدك تطلع درج، ما فيك تطلع ست درجات بذات الوقت، لأنه إذا لا بتوقع. ففي ريسك بدكم تعرفوه. بده يكون بالكم طويل، تعلموا منيح. ما تفكروا انه انا بعد اليوم بتعلم كل يوم من الاشياء اللي بنعملها، من اغلاطنا، من الاشياء المنيحه اللي بنعملها، حتى الاشياء المنيحه ايامات الحملات المنيحه بنفكر كيف فينا نطورها، كيف فينا نعملها احسن. يعني جربوا يكون عندكم سفو ساكري ان سيت هوميليتي، بس امنوا بالحضاره تبعيتكم وجربوا عبروها بالحملات تبعولكم. ما تجربوا تعملوا مثل الغرب. كونوا مبسوطين، انتو شعب حلو، كونوا مبسوطين تعملوا هلا عم تعملوه، بس مع الانسايتس تبعولكم تبع المجتمع تبعكم.